حفلة عيد ميلاد نارين بيوتي تجمعهم لشاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروى اللي قام بتصوير مؤخرا فيديو مع توبس، ولاحظ الجمهور انه أسامة حكى عن بلد السويد بدون ما يسألوه عنها، وبلد السويد هو البلد الثاني لشيرين بيوتي. ايضا نارين بيوتي تفاعلت من مجموعة من الاستوريات حكت من خلاله عن حفلة ميلادها، وصرحت نارين انه هي ما عندها مخططات للحفلة لكن عم تتوقع انه عائلتها يفاجئوها. ايضا الجمهور عم ينتظر ليشوف اذا رح يكون أسامة مروى في حفلة نارين بيوتي ام لا، ويذكر انه أسامة اليوتيوبر الوحيد اللي عم يكون متواجد في كل مناسبات البيوتي. تعملي حفلة كبيرة او مع العائلة بس؟ هلا بصراحة انا كنارين ما عندي بلان، سو ماني حاطة ببالي اذا بدي اعمل حفلة، اذا بدي اعمل مثلا ايفنت او شيء، ما حاطة ببالي. اي نو اكيد انه رح احتفل مع العيلة مرة، واي نو اني رح احتفل مع رامي، بس ما بعرف اذا حنا محضرين شيء مع العالم. سو انا شخصيا ماني محضرة شيء، كأنه